مشاهدينا الان عندكم تشوفوا فريق لكره القدم خاص بمالداتا ريزوميا. اللي يشوف هذا الفريق يتدرب يحس وكانه يشوف فريق من الدرجه الاولى يتدرب، ما كاين حتى اختلاف. وهذا الفريق جاء نتيجه لمبادره قامت بها جمعيه انيت لادماج مالداتا ريزوميا في المجتمع. هذه المبادره حقت حلم كثير من اللاعبين اللي كان حلمهم الوحيد الانخراط في فريق لكره القدم. ما نطولش عليكم، نروحوا سويا نشوفوا هذا الفريق. حلم، طيبة، أمل بحياة جديدة، هم فئة من شريحة المجتمع كثيرا من منا تنساهم. هم مرضى تريزوميا، عالمهم خاص، أقل ما يقال أنهم مهمشون وينظر إليهم نظرة احتقار وتحسر. جمعية أنيت لمرضى تريزوميا قامت بمبادرة تعد الأولى من نوعها في الجزائر، وهي تكوين فريق لكرة القدم خاص بهذه الفئة، والهدف منها إدماج هذه الشريحة في المجتمع من جميع الجوانب، حتى الترفيهية منها والرياضية. الأطفال حابين يعيشوا حياتهم كما الأطفال الأخرين، وباش يندمجوا في المجتمع في الجانب المدرسي في الجانب الترفيهي، يديروا يمارسوا الرياضة كما الآخرين. وأنا الفكرة الحق جات بدات من مولدي، يحب يموت على كرة القدم. أشاك فوا يلعب في الحومة، مي أشاك فوا يقول لي ماما دخليني في فريق، دخليني في فريق. تما هذه الفكرة قعدت لي في قلبي، حبيت نحقق حلم تاع وليدي. دوك وشفت صغته في المدرسة كي يمارسوا رياضة، الأطفال تاني كلي قراوا معاه كامل يحبوا كرة القدم. قول علاش ما نجلسوش في الواقع، ندير لهم فريق وطني، فريق كما هما كما الأطفال العاديين. حبيبو قائد هذا الفريق ينهض كل يوم ثلاثاء باكرا للالتحاق بالتدريبات، والفرحة بادية على وجهه، خاصة بعد تحقيق حلمه في الانخراط بفريق كرة القدم. ديما هذا الصباح ديما رياضة، نقول الصحة تاعي جمال ومحمد، ونقول بزاف النهار. بعد الوصول إلى الملعب يقوم رفقاء حبيبه بعملية الإحماء بنظام، وكأنك تشاهد حصة تدريبية لفريق محترف في أجواء تسودها البهجة والإرادة والروح الأخوية. انا لا بريمير ايتاب سي دي ديسيبليني لو جروب باش نقدروا نخدموا، باسكو سي ديفيسيل دو ترافاي افيك كيما هاد لي جون هادو، سي ديفيسيل دو ترافاي افيك. حنا بدينا بلا ميتريز دي جروب والحمد لله لحقنا، رانا في وقيله واحد 75% بلا ميتريز دي جروب. دوكا لا بريمير ايتاب رانا نعلمهم كيفاش لا باس، كيفاش الكونترول بالبالون، جونغلوري، نعطيهم لا باز تاع الفوتبول. محمد وجمال مدربين يمتلكان شهادات معترف بها، تطوعوا لتدريب هذا الفريق وتعليمهم مختلف تقنيات مداعبة الكرة بغية تحسيس هذه الفئة بلا نقص.
مور لي شونفمون هادي دخلنا كومبليتمون كيما يقول لك ديباس كونترول هاي خدمناها اللي كنا نخدموا فيها هدايا. ومن بعدايا درنا لهم بتي ماتش بليطو درنا دي زيكزارسيس كورديناسيون افيك بالون باش يحكم ليكيليبر تاعو الطفل وكذا، ونكملوها كالعاده بتي ماتش هكذايا. حبي يقول هذا الكلام اللي هضرته كيما راني نخدموه مع لي سينيور والاخرين، راني نخدموه مع هادو، هادو راهم نورمال ماشي اللي بانوا لك هكذا ولا. بعد نهاية كل حصة تدريبية يقوم المدربان بإجراء المقابلة التطبيقية التي ينتظرها اللاعبون بفارغ الصبر، والتي تعتبر من أجمل اللحظات التي عشناها معهم بأجواء لا توصف. انا الماس شباب مستعد ماس سوتاني ديو كلب ما ديرش ندير لعب. شوف هادو ما واحد واحد دو ثلاثة أربعة أربعة ما قول بدينا أربعة والله ماركلكم أربعكم خسرين. ها أنا والو أنا ديك فاتة لازم تجيبوها نجيبو الماس هادو هادو هادو. مبادرة لقيت استحسان كل الأولياء الذين يرافقون أولادهم في كل حصة تدريبية، خاصة في تحقيق حلم الكثير منهم في ممارسة هذه الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر. كم يبولي فيغ هاد لو سبور ولا ما شاء الله الحمد لله دوك جو تروف با اون ديفيرونس بارابور او زانفون نورمو اي سو كومبورت نورمالمون الحمد لله. واش حنقول لك ولا غير ما شاء الله حبي حبيبو كي نجو جايين الصباح يعيط لي تليفون الهدف تاعي يعيط لي نجري قدامنا واش كاين انا ندير الرياضه لازم نحبط، وكي يكون حابط من الدار يحبط فرحان بالري ما كانش اكثر من تقول واحد لاعب كبير باش غير يلحق يدير هذه الرياضه. وهذه الرياضه هذه حبيبو راهي عنده كلمه يقولش امنيته يدير الرياضه كره القدم. رسالة وعبرة يقدمها هؤلاء للمجتمع الجزائري بصدق ووفاء وبرغبة خالصة في انتظار إنشاء فرق أخرى في شتى الرياضات وفي كل أرجاء الوطن قصد تحقيق حلم كل طفل من هذه الفئة.